كما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم 12 لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب الإيدز. جاء فيه المادة الأولى: تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب الإيدز برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة نائبا للرئيس، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة التربية والتعليم، ممثل عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثل عن وزارة شؤون الإعلام، ممثل عن وزارة شؤون الشباب والرياضة، ممثل عن مجمع السلمانية الطبي، ممثل عن مستشفى قوة دفاع البحرين، ممثل عن مستشفى الملك حمد الجامعي، ممثل عن كلية الطب بجامعة الخليج العربي، وممثل عن قسم مكافحة الأمراض بوزارة الصحة.